مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة الأسبوع من كلام صريح. حلقة اليوم سنناقش فيها موضوع التوقيف الإداري ما بين حماية الأفراد أو حجز الحريات. قبل أيام كان هناك اجتماع ما بين وزير الداخلية سلامي حماد في مجلس النواب، وتحديدا مع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية وجهاز الأمن العام، حول استثناءات تشمل مجموعة من الجرائم التي لن يتم بناء عليها أي توقيف إداري. نحن اليوم بنحكي ما بين قانون منع الجرائم وإعطاء صلاحيات موسعة ومطلقة للحكام الإداريين في موضوع التوقيف، مقابلها مواد دستورية تنص على مبدأ أن الحريات الشخصية مصونة ومبدأ الفصل بين السلطات. فلنتابع معا. مشاهدينا، للحديث مفصلا ويعني مطولا عن موضوع التوقيف الإداري ما بين حرية الأفراد والأمن المجتمعي أم في موضوع حجز الحريات ومدى موائمتها مع حقوق الإنسان، نرحب بضيوفنا الكرام: المحامي نضال مقابلة، مدير إدارة التشريعات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا فيك. ونرحب بالدكتور المحامي خليل أبو سليم، والحاكم الإداري سابقا وأكاديمي وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، أهلا وسهلا بك. ونرحب بالناشط سلطان العجلوني الذي تعرض للتوقيف الإداري قبل فترة وجيزة. واسمحوا لي الأساتذة نبدأ مع سلطان. سلطان، ممكن تحدثنا لماذا تم توقيفك؟ ما هي الأسباب؟ تفضل. مساء الخير. أنا قمت بترخيص مؤسسة إدارة المشاريع إدارة العقارات من خلال وزارة الصناعة والتجارة قبل في شهر 9/2018، وبدأنا ممارسة نشاطنا. جزء من نشاطنا هو إدارة الشاليهات والمزارع، وقبل ثلاث أسابيع تقريبا في إحدى المزارع اللي استلمناها حديثا في مشكلة قديمة بين صاحب المزرعة وجار، ويعني قدم شكوى في عند الحاكم الإداري في المنطقة، ورحنا شفنا الموضوع وكان الموضوع واضح يعني أنه شكوى كيدية، وأعتقد أنه انتهى بوقتها ويعني طويت الصفحة، ولكن الحاكم الإداري نصحني بأن أفحص أكثر موضوع التراخيص، هل التراخيص اللي معنا كافية أو نحتاج لشيء إضافي. فقلت له إذا في عندك شيء يا ريت تحكي لنا. أنا رحت رخصت وزارة الصناعة والتجارة، هل يلزمني شيء آخر؟ قال لا أعرف ولكن ممكن. طب كيف ممكن نعرف؟ قال بدنا نخاطب المحافظة. نعم. راجعته يوم الخميس ورجعت له يوم الأحد ورجعت له يوم الاثنين، ونقلني صيغة استدعاء لمحافظة الزرقاء كتبتها بناء على نصيحته، وأخذت الاستدعاء وطلعت على محافظة الزرقاء حتى أسأل في بدكم منا شيء يا جماعة غير التراخيص اللي موجودة عندنا. سألت مدير دائرة الشؤون القانونية في المحافظة، قال لي ما بعرف، ما في شيء ينظم هذا العمل، ما عندنا إجراءات مطلوبة. طب نعم. شو بدكم مني؟ قال لي ما بعرف، تدخل على المحافظ. دخل الملف على المحافظ، نادوني عند المحافظ، انت فلان، نعم، قصتي معك طويله، نزلوا على التوقيف، نزلوا على التحقيق. طب ممكن تسمع مني؟ ولا شيء. نزلوني. شو 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 في؟ انتم اللي شو في؟ انا جاي اطلب اسالكم بدكم مني ترخيص غير الترخيص اللي معي؟ سجلوا الاقوال، طلعنا عند المحافظ. مين نزلوك؟ محقق. أوكي. محقق تابع للمحافظه. نعم. تمام. طلعنا عند المحافظ، قبل ولا كلمه كان موقع قرار توقيف وكفالة عدلية بمئة ألف دينار، يعني وكأنه اللي جاي صاحب أسبقيات جرمية طويلة وخطر على المجتمع، وهو معمم عليه من 10 سنوات وبدور عليه. ما عندك قيود قبل هيك؟ أبدا طبعا. طب أنا اللي جاي أستدعي، جاي أسألك. نعم. بدك مني إجراءات غير اللي أنا عملها؟ أنت اللي رحت. أنا اللي رايح برجلي، رحت خميس رحت أحد رحت اثنين. نعم. لم يسمع مني حرف. وهذا أكثر شيء بصراحة كان صادم بالنسبة لي، لم يناقشني ابدا مطلقا نهائيا، وانا بصر على هذا الكلام، وهذا اكثر شيء كان مشكل. والان طبعا هذا بيقود لمجموعه كبيره جدا من الاسئله. انا ما بدي احكي انه اعتقال سياسي، ولا بدي احكي انه تضييق امني، ولا بدي احكي شيء. طيب خلينا نشوف انه مرحله مع ضيوفنا الكرام ونشوف نناقش ليش هيك صار معك. بدي انتقل للدكتور خليل. دكتور خليل، اسمعنا ما حدث مع السيد سلطان.
شو اللي عم بيصير بالضبط؟ هل التوقيف الإداري وصل لمرحلة إنه الإنسان بيروح برجليه لعند المحافظ ويتم التحقيق معه ومن ثم يعني حجز حرية وتوقيفه وكفالة ب100,000؟ تفضل. شكرا يا ستي. يا ستي بدنا نعرف شغلة، التوقيف الإداري هو وضع من أجل الحفاظ على سيادة القانون. نعم. هذه والحرص على تطبيقه، لكن هو يعتبر إجراء احترازي. إجراء احترازي لمنع وقوع جريمة، لمنع وقوع جريمة، في حين أن التطبيق العملي يبدأ بعد وقوع الجريمة، بعد وقوع الجريمة. لذلك على الجميع يطبق قانون التوقيف أو قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 54 بدون محاباة وبدون تميز بأي شكل من الأشكال، وهو الأمثل لترسيخ هيبة الدولة. نعم. لا، هيبة الدولة وتحقيق إيش؟ الأمن والاستقرار في جميع أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية. ويعتبر كذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع. عدالة اجتماعية بمفهومها الواسع. طبعا بتعرف إحنا تحديد دور أي مؤسسة قانونية وتحقيق مصالحها دائما أهم شيء مصلحة المواطن، خاصة احنا في المملكة الأردنية الهاشمية. تمام. وإحنا في المملكة الأردنية الهاشمية حقوق المواطنين تحمى بالقانون، حقوق المواطنين دائما تحمى بالقانون، ونريد أن نحمي المواطن ونجعل العدالة بنفس الوقت في هذا البلد. يعني معظمنا يمنع الجريمة، الحاكم الإداري يحاول بكل الأشكال أنه يمنع الجريمة. بالمناسبة التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري. ولا بيد مين؟ بيد الضابطة العدلية، بناء على تنسيب من الضابطة العدلية للحاكم الإداري. الحاكم الإداري يتخذ قرار بتوقيف هذا الشخص أو وضع كفالة، مش توقيفه، وضع كفالة عدلية لازمة لذلك الشخص، وعلى هذا الشخص أن يقدم هذه الكفالة خلال مدة معينة. طيب، في يعني فيما تفضلت فيه دكتور خليل هو الأصل في موضوع تطبيق يعني مبادئ وتنفيذ إجراءات التوقيف الإداري، لكن اللي حدث مع سلطان شو تفسيره؟ أكيد في شكوى بتكون على سلطان، وهذه الشكوى يعني بما أنه بيحكي لي هو يشتغل بإدارة المزارع والمشاريع والشاليهات والأمور كلها، بكون شخص مشتكي عليه، اعتدى عليه بأي شكل من الأشكال، ولكن هو المفروض من الحاكم الإداري أنه يوضح له شو طبيعة الشكوى. ما تم والشخص التوضيح. اللي أخذ إفادته يجب أن يوجه له أسئلة، وأنا بتوقع أنه وجهوا له أسئلة أنك أنت في اعتداء على حرية المواطنين، أو لأنه حرية المواطنين مصانعة عنا في القانون. وقلت لك أنا التوقيف الإداري من أجل الحفاظ على إيش؟ على سيادة القانون. نعم. لتحقيق المصالح المشتركة بين الناس. يعني ما بتشوف اللي صار مع سلطان تعسفي؟ والله أنت بتقولي في نوع من التعسف، لكن هي موضوع القضية إيش صار مع سلطان بالضبط؟ لأنه قانون العقوبات ينص عنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. بالضبط. وكمان بقول إنه الشك دائما يفسر لصالح المتهم. نعم. والمادة 147 من قانون العقوبات تقول لك أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. نعم. هلا الحاكم الإداري فوض بصلاحيات كاملة في القانون، صلاحياته قضائية حتى يمنع. طيب. مشكلة. طيب دكتور خليل، رح نكمل حوارنا معاكم ونشوف الآن المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعني أستاذ نضال، كيف ترى موضوع التوقيف الإداري وأنتم عم تكتبوا بشكل سنوي تقارير يعني متشابهة نوعا ما في موضوع ما يخص التوقيف الإداري وملاحظاتكم وتوصياتكم؟ بدي أسألك بداية، يعني بناء مع مراجعتكم متابعتكم لقضية سلطان، لإيش وصلتوا بداية؟ يا ستي مساء الخير لإليك وللضيوف الكرام وللإخوان المشاهدين، وشكرا لقناة الأردن اليوم على استضافة المركز الوطني لحقوق الإنسان. نبدأ من حيث ما انتهيتي، وبالأصل المركز الوطني لحقوق الإنسان هنالك إدارة متخصصة تسمى إدارة الحقوق المدنية والسياسية، معنية باستقبال الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا هنالك وحدة متخصصة في تنفيذ تسمى وحدة العدالة الجنائية، معنية بتنفيذ زيارات دورية ومنتظمة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. وهذه الزيارات إما تكون بناء على الشكاوى الواردة للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أو من خلال الزيارات
المنتظمة والدورية التي نعم. تكون من ضمن مهام الوحدة. نعم. أنا ما بعرف إذا تم تقديم شكوى من قبل السيد سلطان إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان. قدمت شكوى؟ لسه مرحلة الشكوى والقضايا جايين عليها. أوكي. بعدنا في مرحلة. يعني ما تم تقديم شكوى إلى المركز الوطني. أنتوا زرتوني في المركز التوقيف بمبادرة منكم. تم زيارته من قبل الزملاء ومقابلته. أنا ليس على اطلاع بحيثيات الشكوى، ممكن السلطان يضيف ويسب أكثر حول اللي هو خلال مقابلته لزملائنا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ما هي المعلومات وما هو الإجراء الذي تم فيما بعد اتخاذه من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. فيما يتعلق بموقف المركز الوطني لحقوق الإنسان من قانون منع الجرائم، المركز الوطني لحقوق الإنسان المتتبع والمراقب لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوية يجد أن المركز يطالب بإلغاء قانون منع الجرائم أو تعديل القانون، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وأن صلاحيات التوقيف والتحقيق هي من اختصاص السلطة القضائية، والسلطة القضائية مستقلة بموجب المادة 27 من الدستور الأردني، وكذلك فإن الحق في الحرية الشخصية والأمان الشخصي هو من الحقوق المكفولة وفقا نعم. للمواثيق الدولية والإقليمية، وهو مبدأ أيضا حق كفله الدستور الأردني في المواد 7 و8 إذ نصت المادة 7 على أن الحرية الشخصية مصونة، ونصت نعم. المادة 8 لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. أيضا الأردن هنالك التزامات دولية على الأردن، إذ صادق الأردن على 7 اتفاقيات دولية من أصل 9 اتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان، وتم نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية، وبمجرد نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية تعتبر جزءا من منظومة التشريع الداخلي، إذ يجوز للقاضي أو يتوجب على القاضي أن يستند إلى ذلك النص، وإذا لم يتم تطبيق النص الدولي حرفيا لابد من تعديل التشريعات الوطنية الداخلية لتتلائم مع تلك المعايير. تمام أستاذ نضال. والآن ينضم معنا عبر الهاتف سعادة النائب بركات العبادي عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب. يعطيك العافية سعادة النائب. أهلا عليكم السلام، كيف الحال؟ يا هلا بيك. يعني سيد بركات، نود أن نسألك، يعني قبل أيام كان لكم اجتماع مع وزير الداخلية سلامي حماد ومع الأمن العام في موضوع الاستثناءات. هذه الاستثناءات ما هي طبيعتها ولماذا بهذا التوقيت تحديدا؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى شعبنا الأردني العزيز. حقيقة لجنة الحريات دأبت منذ عهد معالي وزير الداخلية الأسبق سمير بيضين على التخفيف عن الناس من الإعادة، إعادة المحكومين إلى الحاكم الإداري، وهذا كان يشكل إزعاج كبير للمواطنين وشكوى متراكمة على مر السنوات. وبالآونة الأخيرة عندما تم عمل منظومة بالجرائم الجنح والجرائم التي يعاد مرتكبيها إلى الحاكم بعد انهاء حكمه من المحكمة، أصبحت الشكوى والتذمر واضحا للعيان. فبدأنا المشوار منذ فترة والله، وجميع رئيس اللجنة وأعضاء بذلوا جهد كبير إلى أن استطعنا في الآونة الأخيرة أنه نقلص بالتعاون مع معالي وزير الداخلية ومدير الأمن العام هذه المنظومة الكبيرة التي كانوا يعاني منها شعبنا الأردني نعم. والمتضررين نعم. القضايا تناولت قضايا، إذا كان مثلا كان في العد في قبل فترة كانوا يعملوا كفالة، يعني بدنا نميز بين أمرين، إنه الجرم الشخص الذي يرتكب جريمة لأول مرة ويفرج عنه كان يأخذ عليه كفالة مالية ويترك وشانه أو كان يترك وشانه، بعد فترة بعد تجديد أصبح تفرض عليه كفالة عدلية عالية، ثم أيضا كفالة عدلية، ثم إقامة جبرية من 3 شهور إلى سنة. نعم. ومرورا بـ6 أشهر،
وهذا طبعا يشكل يعني حمل اقتصادي واجتماعي كبير على الأشخاص المعنيين. طيب سؤال سيد بركات، يعني لماذا تم هناك اختيار مجموعة من الجرائم لم تعد يعني موجودة في موضوع التوقيف الإداري؟ بناء على ماذا تم الاستثناءات؟ يعني هل بناء على سند قانوني، بناء على مرجعية قانونية، على أي قاعدة موضوع الاستثناءات؟ الاستثناءات جاءت بناء على التخفيف عن المواطن الأردني بغض النظر عن الجرم المرتكب. الجاني عندما يرتكب جريمة سيئة ماذا يحدث؟ إذا كان يرتكبها لأول مرة عندما ينهي محكوميته يترك وشانه مهما كانت الجريمة. الآن هكذا أصبح. نعم. مع التخفيف الجديد الآن الذي ينهي محكوميته يترك وشانه، لكن المكرر اللي كان مكرر مرتين لا يربط بكفالة مالية ثم يترك وشانه، لكن إذا كان مكرر ثلاث مرات بده ينعمل عليه كفالة عدلية. نعم. ثم يترك وشانه. لكن إذا أربع مرات مكرر يعمل كفالة عدلية ويربط أيضا بيضع تحت رقابة الشرطة. لكن حقيقة لابد لي من أن أذكر أن هنالك قضايا تستوجب العادة حتى لو كانت لأول مرة المربوطة بقضية واحدة، يعني المعيار في هذا الأمر على شدة خطر الجرم المرتكب حتى يحدوا من توسع في الجريمة ويصبح هذا الشخص الجاني يرهب القانون والعقاب لأنه يوضع بعد أن ينهي حكمه. يجد أيضا هناك قرارات إدارية رادعة، بل يعني إجراءات إدارية رادعة بحقه مثل تقديم الكفالة المالية والعدلية وأيضا وضعه تحت رقابة الشرطة اللي هي الإقامة الجبرية. طيب بدي أسألك سيد بركات، ما بتشوف أنه يعني قانون منع الجرائم بكل مواده يتعارض مع السلطة القضائية؟ ألا يتعارض مع السلطة القضائية؟ سيدتي قانون منع الجرائم هو قانون قديم جدا، يعني من 52 وهو معمول فيه، وكان الانتداب البريطاني يعمل ببنود هذا القانون. القانون ليس هو موافق للدستور لأن أحكامه لا تخالف الدستور ابتداء. هو يعطي صلاحية للحاكم الإداري بأن يتخذ بعض الإجراءات وفق شروط معينة، لكن هو ليست نصوص القانون المخالفة للدستور، ولكن الإجراءات اللي يتخذها بعض مطبقي هذا القانون هي التي تخالف القانون وتخالف من ثم الدستور. نعم. ليس نص القانون، نص القانون تم القانون بحد ذاته تم طرحه في الجريدة الرسمية. نعم. وتم إعلانه وحتى بالأصول، لكن المخالف في هذا الأمر هو الإجراءات التي يتبعها من يطبق هذا القانون، فهي إجراءات تخالف الدستور. شو أهم الإجراءات اللي بيكون فيها مخالفات سيد بركات؟ أن تأخذ بالشخص عندما تقبض عليه الشرطة أن لا تفتح تحقيقا، يعني الحاكم الإداري ما بيفتح تحقيق، لحظة وصوله إلى الحاكم الإداري بناء على كتاب الشرطة يصدر مذكرة توقيف بحقه، هذا مخالف. يجب على الحاكم الإداري من خلال موظفينه أن يقوم بالاستجواب، هو يشوف التحقيق بموجب القانون منع بموجب قانون العقوبات الأردني. التحقيق هي مقصورة على المدعي العام فقط، هو الذي يحقق بالجواب، ولا يملك أي شخص أن يحقق حسب المادة 9. الذي يحقق هو المدعي العام، هو صاحب التحقيق، ولكن الشرطة والحاكم الإداري هم يستجوبوا الشخص حتى يعني يحيطوا علما بنوعية الجريمة حتى يتم تكييفها. طيب سيد بركات، ما بتشوف أنه في طبيعة الإجراءات إن كان هناك تجاوزات ميدانية واقعية وكما حدث مع السيد سلطان العجلوني، ما بتشوفوا أنه كمشرع وأيضا كنت حاكم إداري سابق ومحامي ويعني عضو لجنة حريات وحقوق إنسان في مجلس النواب، بحاجة قانون منع الجرائم إلى الإلغاء مثلا؟ هو قانون منع الجرائم ما زالت مناطق في الأردن تحتاج إلى وجود هذا القانون، لأن هذا القانون هو أيضا يعني حقيقة يستطيع أن يضبط، يعني يوسع مظلة الأمن العام ويبسط الأمن
في ربوع الأردن سيما في المناطق العشائرية لابد من وجوده، لأنه عملية الإجراءات الأمنية اللي تتم عندما تحدث جريمة قتل يعني تبدأ العائلات بالمناوشات فيما بينها والعشائر يعني تبدأ مناوشة بعضها البعض، نعم. الذي يفصل في هذه اللحظة التعليمات وقانون منع الجرائم. نعم. فمع الزمن أنا أتمنى أن يلغى قانون منع الجرائم ويستعاض به بقانون آخر يكون يؤدي نفس الغرض وبطريقة، وأن تعطى وأن يتم تعيين مدعى عام من وزارة العدل أو من مجلس القضاء الأعلى يلحق في كل محافظة هذا شخص مثل هذا صفته مثل هذه الصفة، يقوم الحاكم الإداري باستجواب الشخص ومن ثم إحالته ميدانيا في نفس المحافظة إذا هذا الشخص صاحب الصلاحية، أي أنه يعطي الصلاحية منه بالتحويل، نعم. إلى السلطة القضائية، ويا حبذا أن يتم ذلك تمام. حتى نتجاوز مثل هذه المرحلة. تمام سيد بركات العبادي المحامي والنائب في عضو لجنة الحريات النيابية، شكرا جزيلا لك، شكرا لمداخلتك معنا. ويمكن التوصية اللي حكى عنها سعادة النائب مهمة جدا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، أحد التوصيات أو التوجهات مع وزارة العدل. بدي تفضل سلطان. عندي مداخلة، احنا بنحكي عن قانون منع الجرائم. القانون استخدم الآن من قبل الحكام إداريين فوق هذا الأمر، أين الجريمة التي أراد أن يمنعها عندما أوقفني مثلا؟ أين الجريمة؟ حتى لو افترض أنه في تراخيص ناقصة، هل هذا مبرر الاعتقال؟ الشخص اللي واقف أمامك هل هو صاحب أسبقيات جرمية وتخشى عليه من الهرب حتى تضعه في المعتقل وتأخذه مقيد؟ يعني جايك إنسان رب أسرة وصاحب عمل ويعيل أسر أيضا، وجايك برجليه يسألك هل تريد مني إجراءات إضافية فتأخذه مخفورا مقيدا إلى السجن ضمن إجراءات مهينة لكرامة الإنسان وإلى آخره، أين الجريمة التي أردت أن تمنعها؟ حتى لو كان هناك فرضا جرم تريد أن تمنعه، هل استخدمت القدر الكافي من الردع أم تجاوزت في صلاحياتك؟ يعني أنا التقيت داخل المعتقل بعشرات أو مئات، يعني في أول يوم توقيف كان معنا 100 في غرفة واحدة على الأرض، طبعا لا 100 من الموقوفين 97 نعم على الأرض، لا 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 أغطية ولا أسرة ولا شيء، وطبعا حتى أدخلوني عاري، يعني أخذوا ملابسي بالكامل، أعطوني بنطلون ما فيه، بفوت خلي المساجين يعطوك، فعلا أعطوني المساجين من جوا. فبسألهم، في ناس عندهم عشرات الأسبقيات من 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 منها تكعرض لمخدرات، لتهديد، لقتل، لا لا لتجارة مخدرات إلى آخره، موقفين إداريا بكفالة مالية 20,000. طب أنا موقفني عدليا بمئة ألف من أول مرة بدون ما تعرف، دون ما تسمعني ولا في جرم أصلا، يعني متوقع. تجربتك مقلقة جدا حتى لبقية الناس. يعني دكتور خليل شو بتفسر اللي صار؟ قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 54 مو يعني هو بقول لك أنا فوتوني عاري، وهذا الكلام يعني عاري عن الصحة نوعا ما لو سمحت لي. ليش عاري عن الصحة؟ لأنه أنا دخلوني عاري، ينكروا إدارة المركز الإصلاح التأهيل، أنا دخلوني، أنا شلحوني ملابسي ودخلوني بالملابس الداخلية، إذا لا يحكوا يتفضلوا يحكوا، لا وأنا حكيت هذا الكلام قدام مدير السجن وقدام مندوبين المركز وما أنكروا. هناك لجنة تفتيش من الأمن العام تطلع على السجون، وفي من المدعين العامين بيطلعوا يتفتشوا على المسجونين ويتفقدوا ذلك. أنا بحكي لك مش زي ما بتحكي أنت مرمي أنت. أنا بحكي لك بكلام أنا مسؤول عنه وحكيته تحت القسم، وأنا مسؤول عنه قانونا وشرعا وأخلاقا وأدبا، ويراجع فيه مركز الإصلاح الموجود الإجراء الموجود، بيخلعوا عنك كل ملابسك، بخلوك بالملابس الداخلية، معك فلوس تشتري بنطلون منهم تشتري ما معك، بتفوت المساجين بلمولك او بيعطوك بنطلون منهم. وانا الكلام اللي بحكيه يتفضلوا المركز الاصلاح اداره المراكز ويحكوا انه الكلام خطا ويحاكموني عليه. معلش انا بحكي عن اجراء يتبع يوميا الان بكون بيمشي مع ناس. اسمح لي احكي لك، قانون منع الجرائم رقم 7 لسنه 54 زي ما تفضل سعاده النائب هو على نقيض من قانون منع الجرائم لسنه 27 الذي وضعه من الانتداب البريطاني، وما يزال هذا القانون فاعلا وقيد التنفيذ حتى يومنا هذا، هذا لا شك فيه. ولكن وللإنصاف فقد لعب هذا القانون في تلك الأيام دورا في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي، حفظ
بشكل لا يوصف. طب وكرامة الإنسان دكتور خليل، لأنه هناك يعني كان جرائم الإنسان في موضوع التوكيف، هناك جرائم إثار والشرف والخطف والمواجهات العشائرية تحتاج إلى قانون منع الجرائم. طب ليش استخدم ليش ما استخدمن في هذه الحالات يا سيدي؟ انت مين اللي بيحدد للحاكم الإداري متى يستخدم هذا القانون؟ مع من؟ من يراجع قرارات الحاكم الإداري؟ من يراقبها؟ من يقول له لما فعلت وكيف فعلت؟ شوف خلنا أقول لك، بالنسبة للحاكم الإداري، الحاكم الإداري عنده صلاحيات المطلقة في هذا القانون المطلقة. هنا مشكلتنا المطلقة، الحاكم الإداري يأمر بأمره. لكن إذا امتنع المتصرف أو إذا اقتنع المتصرف إنك أنت ما عليك إشي، أمورك تمام حسب أحكام المادة 9 من قانون المادة من قانون منع الجرائم رقم 7، إذا اقتنع بأنه أنت إنسان ما في عليك إشي بقول لك الله معك. يعني لسنا بحاجة لقرائنا، هو بحاجة للقناعة الشخصية فقط. مع الاحترام الشديد لك، قبل ما تصل أي متصرفية أو أي محافظة أو أي مركز إداري بالموظف، بأخذك، بأخذ إفادتك إفادة كاملة، بسألك أسئلة كاملة، وهذا القانون موجود عندنا في وزارة الداخلية، وكذلك بقوم بتوقيعك على مذكرة حضور أنك حضرت أمام هذا الحاكم الإداري، ويوقع عليها المحافظ ويسألك المحافظ عن الجرم الذي قمت فيه. طيب. وأنك مذنب وغير مذنب. دكتور خليل، نحن عم نحكي عن قانون الجرائم بكل إجراءات وتفاصيله، والنائب بركات العبادي حكى عن وجود تجاوزات واضحة. المبدأ عندما نتحدث عن موضوع التوقيف، كيف يتم التوقيف؟ والأساس في عندي سلطة قضائية هي الأساس، وفي عندي دستور يعني يؤكد ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات. أنت ما بتشوف أن السلطة التنفيذية الآن تتغول على السلطة القضائية؟ شو بحاجة للسلطة القضائية إذا في عندي توقيف وانتهينا؟ اسمحي لي أقول لك شغلة، قانون منع الجرائم هو في تغول، في تغول نوعا ما، لكن في قرارات يجب أن الحاكم الإداري أنه يأخذها أو يتخذها. طبعا الشرطة عندما يقبض على واحد مخالف للقانون، مخالف للقانون، بيبعثوه للحاكم الإداري، بيبعثوه للحاكم الإداري. الضابط العدلية هي اللي تبعث للحاكم الإداري. الحاكم الإداري في هذه الحالة يأخذ مجراه بإفادته ومحضر وحضوره وأسباقيات ذلك الشخص، وهل له يعكر صفوة الأمن والطمأنينة، وإذا استقر على أنه في منه أي ضرر حق أنه يضع عليه كفالة عدلية ولا يوقفه. الحاكم الإداري لا يوقف، يطلب منه كفالة عدلية بقيمة معينة، وهذه الكفالة العدلية من حق الحاكم الإداري أنه يطلب من ذلك الشخص، من ذلك الشخص أن يقدم كفيل ملع إذا أخطأ هذا الرجل أو هذا المتهم في قضية ثانية، أن يدفع هذه الكفالة. وما حصلت أنهم دفعوا الكفالة. رح نحكي في موضوع الكفالة وقيمتها وكيفية كتابتها، ولكن خلينا نعرض الأرقام لو سمحتم مع الزملاء، الأرقام من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أعداد الموقوفين من 2013 إلى 2017 وعدد الشكاوى التي قدمت للمركز الوطني. مشاهدينا شفنا الأرقام، وبدي أسأل أستاذ نضال. أستاذ نضال، يعني الأعلى رقما كان في 2017 نتحدث عن 32,952 شخص تم توقيفهم إداريا، هل هناك أرقام لعام 2018؟ وماذا تفعلون بهذا الكم من الشكاوى بعد ذلك عندما تتقدم إليكم في المركز الوطني لحقوق الإنسان؟ بداية راح أحكي أرقام 2018 مقارنة مع الأعوام 2017 و2016. بلغ عدد الموقفين إداريا خلال عام 2018 37,683 موقوفا إداريا، ونزيد 37,683 مقارنة مع 34,952 عام 2017 و 30,138 موقوف عام 2016. الأشخاص الذين يتم توقيفهم هو بالعادة من الأشخاص الذين أنهوا محكومتهم بموجب صدور قرار عن السلطة القضائية، نعم، أو الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم في حالات اللي عدم المسؤولية أو البراءة.
فيما يتعلق بتعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع الشكاوى، مثل ما حكيت آنفا هنالك وحدة متخصصة في استقبال الشكاوى من قبل محامين مؤهلين ومتخصصين للتحقق من تلك الشكاوى، ومن ثم متابعتها مع الجهات المعنية. كيف بتتابعوها أستاذ؟ كما تعلمين الآن يعني معظم الوزارات والدوائر الرسمية في الأردن لديها مديريات حقوق إنسان ولديها ضباط ارتباط يتعاملون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، يتم التعامل مع حول ضباط الارتباط من خلال المخاطبات المتبادلة. وأيضا قانون المركز في المادة الثامنة أوجب اللي هو مخاطبة الجهات الرسمية لمزيد من التحقق حول الشكوى، إذ هنالك نموذج مخصص ومعد لاستقبال الشكاوى يتضمن كافة التفاصيل والمعلومات حول الشكوى، شخص المشتكي والجهة المشتكى عليها، ويتم توقيعه من قبل المشتكي. أنا بحكي بحالة هذه الحضور الشخصي إلى مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان، نحن نستقبل شكاوى عن طريق الخط الساخن بالإضافة للبريد الإلكتروني للمركز. تمام. لكن شو التحرك اللي يعني بتستخدموه بعد ذلك، بعد تقدمت عندكم الشكوى وواضح أنه عدد الشكوى لا يتجاوز 137 شكوى من 35,000 و37,000، يعني هل هو خوف من تقديم الشكوى أم عدم يعني اليقين أن الشكوى ستأخذ مجراها في رد الاعتبار مثلا؟ هو قانون أصول المحاكمات الجزائية سمح للشخص اللي هو بعد مرور 5 سنوات اللي هو يقيم الدعوة رد اعتبار لتبييض سجل الجرمي. احنا المشكلة اللي بنعاني فيها حاليا هي، اسمحي لي أخرج عن إطار السؤال لتوضيح شغلة مهمة جدا، هي من الإشكاليات في قانون منع الجرائم هو عدم وجود سجل عدلي لدى وزارة العدل مبني على وجود أحكام قطعية وليس سوابق قضائية لدى الجهات أو الإدارات الأمنية. أيضا دور المركز دوره يتمثل في استقبال الشكوى، التحقق منها، متابعتها، تنفيذ الزيارات إلى مراكز الإصلاح وبعدين يعني بيتم اللي هو التوصل إلى نتيجة مرضية، عدم التوصل إلى نتيجة مرضية، ولكن إحنا ما بنخفي ذلك كمركز وطني لحقوق إنسان، هنالك تحليل للشكاوى التي إذا سمحتي لي هنالك تحليل للشكاوى التي ترد. شو التحليل تعطي فيه؟ التحليل إنه عدد الشكاوى التي تم الوصول فيها إلى نتيجة مرضية، عدد الشكاوى التي لم يتم الوصول إلى نتيجة مرضية، هنالك شكاوى اللي هو تثبت عدم وجود انتهاك من أصلاً. طيب بدي أسألك إنه بموضوع التحليل، إنه أشرت إنه هناك في تحليل أنتوا وصلتوا له وتبين إنه في عندكم استمرار بموضوع التجاوزات بموضوع أو ملف التوقيف حسب تقرير 2017. السؤال، عندما يتم كتابة التقرير بشكل سنوي والمشكلة واضحة كل سنة، هل بتم التواصل مع الجهات المعنية إنه يا جماعة نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قانون منع الجرائم، بحاجة إلى إعادة النظر بالإجراءات، هل بتسعوا في هذا المجال أم ما بتلاقوا إذن صاغية بصراحة؟ سيدتي، هو التعامل بشكل يومي بخصوص التوقيف الإداري من خلال المخاطبات التي ترسل إلى الجهات المعنية، بالإضافة إنه المراقب أو المتتبع لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشاؤه عام 2004 اللي هو النص يوصي المركز ويطالب وما يزال يطالب باللي هو إلغاء قانون منع الجرائم أو تعديله، قانون مضى على صدوره أكثر تقريبا 60 عام شو بيجيكم الرد؟ لم يتم تعديله. الردود حول اللي هو قانون منع الجرائم ما زالت اللي هو لا هنالك حاجة أو مبررات لوجود هذا القانون للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. احنا لا ننكر دور وزارة الداخلية ودور الحكام الإداريين في ذلك، إلا أن قانون منع الجرائم يوجد فيه العديد من الثغرات القانونية، هذه الثغرات اللي هو سلطة الحاكم الإداري شبه المطلقة في التوقيف دون تحديد مدة التوقيف أصلا، بينما إذا هو التوقيف سواء كان إداري أو قضائي كلاهما نفس الأثر أنه تقييد الحرية وحجز الحرية. أيضا التوقيف الإداري لابد من مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة في اللي هو مسألة التوقيف، فالمدعي العام عندما فالشخص عندما يتم الإلقاء القبض عليه من قبل الضابطة العدلية يتم حجزه لمدة 24 ساعة فقط، ومن ثم يتوجب عرضه على المدعي العام مباشرة، ومن ثم عرضه على القضاء. فكلاهما سواء توقيف إداري أو له تأثير يؤثر على سلوك الفرد.
احنا يعني ما بنقدر في المركز الوطني لحقوق الانسان انه نغفل انه مثلا هنالك اشكاليات من خلال الشكاوى التي ترد الى المركز. نعم. والمركز الوطني لحقوق الانسان عام 2009 اصدر تقرير متخصص يعني. نعم. بالاضافه الى التقرير السنوي حول اوضاع حقوق الانسان هنالك تقرير متخصص عنوانه وبالمناسبه منشور على الموقع الالكتروني للمركز صلاحيات قضائيه بايدي تنفيذيه. وجميع والنتائج والتوصيات والاعداد اللي هو متوفره في ذلك التقرير، ومن ثم تقريرنا السنوي ايضا يتناول التوقيف الاداري تحت محور اللي هو الحق في الحريه والامان الشخصي. طيب سؤال في هذا المجال ايضا استاذ نضال، هل سنجد او سنرى ونقرا يعني تقرير بمحتوى مختلف غير الارقام او تزايد الارقام عن تقرير السابق 2017 والسنوات اللي قبل؟ هل سنجد مثلا توصيات مختلفه او تم هناك اجراءات معينه فيما يخص ملف التوقيف الاداري؟ سيدتي نتمنى ذلك، ولكن المركز يعني من ضمن المرجعيات الأساسية التي يستند إليها المركز في تقريره السنوي هي الشكاوى وطلبات المساعدة التي ترد إلى المركز. نعم. بالإضافة إلى ما يرصده المركز الوطني لحقوق الإنسان، نطمح ذلك. بنشد على إيدك وعلى إيد الجميع اللي بإحداث تغيير، لأنه القانون هو من وضع البشر. نعم. وقانون وضع قابل للتعديل أو الإلغاء. وإحنا الآن في نمو وتطور وتغيير، فإحنا بنشد على إيدك يعني. تمام. من خلال هذا البرنامج أن يكون هنالك إجراء حول اللي هو إما إلغاء القانون أو تعديله، وإحنا بنأكد أنه يعني اللغة 308 بلغي قانون من الجرائم. السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص والولاية في التوقيف والتحقيق. تمام، أشكرك أستاذ نضال، وبدي أعود للدكتور خليل. دكتور خليل، يعني بدنا نعرف اليوم ما هي الضرورة الأمنية لوجود قانون منع الجرائم؟ يا ستي، قانون منع الجرائم بحاجة إلى مرجعية وإعادة النظر. ليش؟ في ظل التطورات المجتمع المحلي، المجتمع الأردني متطور، أصبح عنده دراية ورأي كبير لنا وتقدير دور القضاء. يعني المجتمع الأردني يقدر القضاء، القضاء عندنا عادل جدا، قضاء عادل. والقانون منع الجرائم يتعارض مع مفهوم الحرية الشخصية، يتعارض مع مفهوم الحرية في تعارض المصانة في الدستور. أشكرك، في تعارض. هناك تعارض ولا ينسجم مع منطوق المادة التاسعة من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية. تمام، هذا كلام يعني إذا هيك موجود. القانون دستوري ولا مش دستوري؟ دستوري. ألا يخالف الدستور؟ يخالف الدستور، ويتم تضمين الانتهاكات الدولية، لأنه هناك في انتهاكات دولية بسبب تطبيقاته من قبل منظمات دولية كحقوق إنسان أو كمؤشر سلبي. وجود حقوق إنسان في مؤشر سلبي في تطبيق القانون الموجود، قانون منع الجرائم. وإلا لو لم يكن هناك مؤشر سلبي لما وجدت حقوق الإنسان. لا. حقوق الإنسان الجهود تنصب لإزالة البقعة الدكنة في منظومتنا القانونية. هذه البقعة الدكنة في منظومتنا القانونية يجب أن تزال، وإحنا كدولة تتميز بقيادتها وسعيها نحو الديمقراطية وتقدر حقوق وواجبات المواطنين. لذا أرى من الضروري جدا أن أصبحت ملحة جدا لإعادة النظر في هذا القانون. طيب هل يعقل دكتور خليل أنه مثلا موضوع التوقيف، طالما هناك قضايا منظورة في القضاء، هل يعقل أن يكون هناك توقيف حتى على مستوى مثلا الحريات أو على مستوى الصحفيين والإعلاميين؟ لماذا يتم هناك التوقيف حتى على مستوى إبداء الرأي طالما هناك في تقاضي؟ اسمحي لي أقول لك، حتى القانون مرات يعطي منع محاكمة أو يعطي براءة. الضابط العدلي يتحول الحاكم الإداري، يرى الحاكم الإداري حسب أحكام المادة 9 من قانون منع الجرائم بأنه يشكل خطر على الناس. خطر، ممكن يشكل خطر. القانون القضية تمشي، يعني القضية بدها سنة سنتين، الحاكم يعني الإداري يعني دائما عم من يحاول من قدر وائم الاستطاعة. نعم، يوائم بين القانون و لكن من يعني عفوا المقاطعة، دائما احنا نتعذر بقانون منع الجرائم بموضوع القتل وهتك العرض والاغتصاب والأشد خطورة، لكن موضوع يعني التعبير عن الرأي او انه مثلا انه كتب شيء على السوشيال ميديا يتم توقيفه بكل بساطة. واحد شكى على الثاني بيروح عند المحافظ ويتم توقيفه بكل بساطة. لا. يعني بطل الموضوع له علاقة بمنع الجريمة او الأشد خطورة. الحاكم الإداري ما بوقف على الشكاوي فورا، يقدم على يوقف على الشكاوي.
حقيقة لا يوقف على الشكوى. واحد اشتكى على الحكم الميداني ممكن يأخذ عليه تعهد كفالة مالية، تعهد مالي. الكفالة المالية يوقف بدون معلش لولا وجود أصفاقيات عند الأستاذ سلطان معينة عندك لما الحاكم الإداري أو توصيات تفضل ما عنده أصفاقيات لأنه أصفاقيات قانون منع الجرائم هو ليش؟ المحافظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه. أنا معك أنه يجب تعديله لأنه أصبح له 55 سنة كقانون منع الجرائم. في الحاكم الإداري يرى أنه هذا يشكل تهديد لبعض الناس. نعم. تهديد لبعض الناس، وانا لا يعني بدون محاباه وبدون اي شيء ما بعرف الحاكم الاداري ليش وقفه وما بعرف شو مشكلته، يعني ايش مشكلته. لكن زي ما حكيت لك الحاكم الاداري اول ما ياتي عنده من شخص من الضابطه العدليه ينظر في ذلك ويرى اسبقيات ذلك الشخص، هل عليه اسبقيات معينه، واذا كان ما عليه اسبقيات واول مره يجي عنده في قضيه معينه يتركه وشأنه. طيب دكتور خليل، يعني في سؤال دائما بتبادر لذهننا، يعني ما هو التخصص او الشهاده العلميه التي من المفترض ان يتمتع بها الحاكم الاداري؟ انا اشكرك على هذا السؤال. للاسف الشديد كان زمان، مش الوقت الحاضر يعني بجوز وزاره الداخليه تطورت معين، كان اذا كان معاه اي شهاده بكالوريوس بحطوه حاكم اداري، يعني لدرجة أنه في بعض زملائنا مع الاحترام الشديد لهم يكون معاه شهادة إدارة أو محاسبة أو شهادة تربية خاصة أو مهني أو ما شابه ذلك يوضع حاكمه. لكن حاليا ارتأت وزارة الداخلية، وأنا يعني بجوز طلعت من وزارة الداخلية ولا اعتبر على وزارة الداخلية، اعتبر على مجلس نقابة المحامين، ارتأت أنه يكون معظمهم يحمل علوم سياسية أو يحمل القانون، لأنه الحاكم الإداري ارتأت من أيمتى؟ من جديد؟ يعني من نقدر نقول من 2000 أو 95 وطالع حقيقة، يعني أنه الشخص الذي يتقدم لوزارة الداخلية ولا يعني ذلك أن الشخص الذي يكون محوش شهادة جامعية بكالوريوس وراح درس زراعة أنه يصير حاكم إداري، ما في القانون ما بيمنع ذلك. لا يمنع، لا يمنع ذلك، ما يمنع القانون ذلك، لأنه القانون بيقول لك خدمته 5 سنوات في وزارة الداخلية، خدمته 5 سنوات في وزارة الداخلية وحصول على الدرجة الرابعة، كان القانون الرابعة، يستطيع أن ينزل على الحاكم الإداري. لكن في شغلات حاليا حصلت أنه وزارة الداخلية صارت تحاول قدر استطاع الحاكم الإداري يكون في الميدان يكون قانوني نوعا ما. يعني إحنا بنوجه سؤال لوزير الداخلية سلامي حماد، يعني هل يعقل أن يكون هناك موضوع التخصص الحاكم الإداري بشهادة جامعية غير القانون مثلا حتى يستطيع أن يتصرف؟ نحن نتحدث ما بعد ذلك عن تحقيق، نتحدث عن توجه لسلطة قضائية، أتوقع أنها بحاجة إلى إعادة النظر لدى معالي وزير الداخلية سلامي حماد. أود أن أعود إلى سلطان. سلطان، يعني هل تتوقع أنه رح يتم إعادتك مثلا مرة أخرى؟ والله إذا الصورة بالشكل القاتم اللي سمعتها أنه صلاحيات مطلقة وما في شيء إلا قناعة الحاكم الإداري فوارد جدا، يعني هذا اللقاء بحد ذاته إذا فسر من قبل الحاكم الإداري أنه أنا يعني بجاكره ولا بتحدى فيه ولا مش عارف شو، بكل بساطة بكرة بوقفني. أنا اللي ما زلت بتساءل ما هي ضمانات التي تضمن حقي؟ حتى قانون الجرائم منع الجرائم الذي بتحدثوا عنه الأساتذة هنا، أنا برأيي قد تجاوزوا الحاكم الإداري بكثير. ما في جريمة أنت كنت بدك تمنعها، لم تعطي فرصة لبين قوسين المتهم اللي أمامك أنه يعرف شو جرمه ولا يدافع عن نفسه، واتخذت فورا أشد الإجراءات قمعا وقسوة، رغم أنه الإنسان اللي قدامك له صاحب أسبقيات وله خطر على المجتمع وله مش عارف شو، ومش أنت اللي طالبه ولا أنت شكوى جاية بحقه، هو جاي عندك يسألك هل مطلوب مني شو بدك تراخيص اليوم؟ ليش رحت؟ رحت أسأل تراخيص. ليه سألت؟ بناء على الحاكم الإداري في بيرين قال لي روح أسأل بالمحافظة هل مطلوب منك إجراءات إضافية، أنا ما بعرف، أسأل بالمحافظة. فرحت أسأل بالمحافظة وقفني. لا رحت ولا سألت ولا تيقنت. بس بدي أحكي لك أنا ما توقعت إنه في عندنا لهالدرجة استهانة بالحقوق صراحة. التوقيف الإداري يعني أنا بدي أحكيها بكل صراحة وعلى محطتكم، ليس بيد الحاكم الإداري. بيد مين؟ ليس بيد الحاكم الإداري، إنما يقرره مجلس الأمن اللي في داخل المحافظة. في كل محافظة مجلس أمني يقرر بأنه الضابط العدلية ترى أسبقيات ذاك الشخص. المجلس الأمني مكون من مين؟ من المحافظ ومدير الشرطة ومدير الصحة ومدير، يعني من مجموعة مجلس أمني ومدير مخابرات في المحافظة، ويقرر ذلك
الاخ سلطان للحاكم الاداري اجا كتاب في ممكن انه اجا كتاب انه في عنده على شغلات معينه احنا لا نعلم بها، فالحاكم الاداري دخل على شو توقفت الحاكم الاداري يوقف. انا حبست حريتي واعتقلت واخذت مقيد وعريت وتبهدلت، مش من حقي اعرف شو جرمي ولا بحكي لك يا سلطان سيدي قانون مع الجرائم مجلس امني في مجلس امني هو الذي يقرر ذلك والمحافظ اي نعم قانون منع الجرائم يعني ملف سري قانون منع الجرائم هو ضد التعسف ويطبق على المواطنين بدون محاباه حقيقه بدون محاباه. وانا انا انا خلصت من حاكم يعني الإداري. انت بتشوف انه يعني موضوع الحاكم الاداري هو شكلي فقط وهناك مجلس امني يقرر؟ في مجلس امن يقرر ذلك والحاكم الاداري هو رئيس المجلس الامني في ذلك يعني هو له كل الصلاحيات الحاكم الاداري، لكن المدير المخابرات العامة هو عنده أمور إدارية يرى فيها أكثر مما يراه مدير الشرطة، صح ولا لا؟ طيب. مدير الشرطة يرى أكثر مما يراه مدير الصحة مثلاً. طيب. أو مدير موضوع الإعادة إيه؟ موضوع الإعادة دكتور خليل، يعني أكيد أنت عندما كنت حاكماً إدارياً مر عليك كثير موضوع الإعادة، يعني ملف الإعادة هذا ما بتشوفه أنه مؤرق للناس؟ جداً، وأنا ضد الإعادة حقيقة. ليش يستخدم الإعادة؟ الضابط العدلية بصراحة نحكيها وبكل صراحة، الضابط العدلية بتوديه عند الحاكم عند القاضي يسمع منه مذنب يا ابني غير مذنب، طبعا المحكمة تأخذ مجاريها، عندما يعود هذا الشخص وتراه عامل جريمة يرى الحاكم الإداري أو مجلس الأمن المجلس الأمني اللي داخل المحافظة بأنه أموره تشكل جريمة فيعيد للحاكم الإداري ويجب أن يذكر فيه أسباقيات ذلك الشخص. نعم. لأن إذا ما عليهوش أسباقيات طيب. بترك الحاكم مية. يعني إنسان خلص عقوبته في مراكز الإصلاح وطلع لشو الإعادة؟ الإعادة شو الهدف منها؟ حفاظا على حياة الشخص ذلك، مثل مرات وحدة من الخطف من القتل من الجهات العشائرية الواجهات نعم. العشائرية الثار يعني يرى الحاكم الإداري بأنه سكنه في هذه المنطقة ممكن يؤثر عليه بالثار بالقتل يضطر الحاكم الإداري أن يوضع حفاظا على حياته حفاظا على حياته. هذه أنا مع الحاكم الإداري، لكن إعادته لأنه والله أنت بتشوف أنه ما في داعي للإعادة؟ ما في داعي للإعادة تمام. مش كل الأوقات، في مرات يعني مرات بتكون إعادة هذا الشخص ليش؟ بيكون هيك بدها الشرطة هيك بدها أو سوى مشكلة مع الشرطة. طيب. أنا حقيقة عندي قضايا كثيرة سوى مشكلة مع الشرطة أو عصب عليهم أو ما ردش عليهم بيحولوا للحاكم الإداري حتى يوقف حقيقة. تمام. واضح دكتور خليل. وكتبوا في تقاريرهم إنه كذا 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 ووقف. تمام. نشوف نسأل أستاذ نضال في حقوق الإنسان، يعني هناك كان توجه من سنتان أنه يكون في مديرية الأمن العام حصر موضوع الإعادة، يعني حاولوا قد ما يقدروا أنهم يقلصوها، أكد لي أو إذا عندك رأي آخر من خلال متابعتكم مع الأمن العام شو عملتوا في موضوع متابعة الإعادة؟ إذا هم عم بحاولوا أنهم يحصروها شو اشتغلتوا أنتوا على موضوع الإعادة؟ سيدتي الموضوع هو موضوع دستوري، يعني موضوع الإعادة دستوري؟ موضوع الإعادة يخالف النص المادي 128 على 1 من الدستور الأردني نعم. والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها نعم. علاوة على أنه هذا مخالف لمبدأ جزائي دولي لا يجوز أن يعاقب الشخص عن فعل مرتين. أيضا أنا يعني بختلف مع الدكتور أنه مسألة الإعادة هي جوازية، هي ليست مسألة جوازية. المادي 58 من قانون العقوبات الأردني نصت لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرتين. مرة نعم. إلا مرة واحدة نعم صدقت. فجميع المواثيق الدولية يعني ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نعم. في المادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على ضمانات المحاكمة العادلة وتعليقات اللجان لعام 2002 أكد لضرورة أنه تمتع الإنسان أي إنسان بضمانات محاكمة عادلة ولا يجوز أن يعاقب الشخص عن فعل مرتين. طب ليه بيشتغل على الإعادة لسه؟ الإعادة هو التبرير أنه الشخص ذو سلوك جرمي خطير طب خلص عقوبته يؤثر على أمن المجتمع وكان إصلاح هنا يعني هنا أجد أن
انه لابد من هنا تبني سياسات اللي هو اعاده التاهيل لهؤلاء الاشخاص ما سموها مراكز اصلاح التاهيل ودمجهم في المجتمع. لابد ايضا كمان اللي هو غير كافي في اداره مراكز الاصلاح، لابد ايضا من تهيئه هؤلاء الاشخاص ودمجهم في المجتمع. وانا برجع باكد على مساله ضروره اللي هو وجود السجل العدلي حتى تنتفي الصفه الجرميه عن ذلك الشخص، ولكي يستطيع ان يحصل على فرصه عمل عندما ينهي مده محكوميته. نعم، اشكرك استاذ نضال. سؤال اخير مع الدكتور خليل، يعني السؤال احكي لي بصراحه، انا سمعت عنك انك كنت حاكم اداري رحيم، هل هذا صحيح؟ والله شوف خلنا اقول لك بصراحه انا دكتور في القانون الجنائي، لما تيجي القضيه يجب اني افندها واعرف شو ما، واذا هذا الشخص لا يستحق العقاب كنت اروح فورا يعني حقيقه. طيب يكون هنا يعني يعتبرها، في ناس كانوا يقولوا لي انك شخصيتك قويه او اعطيه انا يعني فرصه. طيب اثناء يعني عملك كحاكم اداري وعندما تعود لمنزلك وتنام يعني اخر هالليل، بتنام وضميرك كان مرتاح؟ والله صراحه مرات بتحس انك بعض الناس ظلمتهم، مرات تقول هل ظلمت او ما ظلمتش، يعني بتحس انه في اجراءات قانونيه انك هل تجاوزتها. بس احنا انا بيجيني حبر على ورق امامي وبشوف القضيه وافندها. عمرك رجعت ثاني يوم حبيت انه تغير قرار معين؟ لا، انه شعرت انه بحاجه لاعاده النظر في احد النقاط المعينه لها علاقه، ما كان في داعي يتوقف؟ اذا رايت انه اعاده النظر في التوقيف بحولها من كفاله عاديه لكفاله ماليه وبخرج ذلك الشخص. تمام، اشكرك. واذا لم اجد انه في شخص كفيل ملئ بذلك الشخص ووجدت انه صار له عقوبه يعني شهر او اسبوع او ساعه، وكنا نتركه بدون ما يقدم اي كفاله. نعم، بدون اي كفاله. نعم، اشكرك الدكتور المحامي خليل ابو سليم والحاكم الاداري السابق واكاديمي وعضو لجنه الحريات وحقوق الانسان في نقابه المحامين، شكرا لك. واشكر الناشط سلطان العجلوني الذي تعرض للتوقيف الاداري، انه انتهى وقت البرنامج وتجاوزنا الوقت بثلاث دقائق. بثواني، انا بس بدي احكي انه انا كمواطن اردني انا خرجت الان من هذا اللقاء قلق على دوله القانون، قلق على حريتي كانسان، والصوره اللي يعني ارتسمت الان صوره قاتمه انه في عندنا صلاحيات مطلقه بدون مراجعه وبدون متابعه. نعم. وما في مرجعيات قانونيه، وهي فقط تعود لمزاج او لقناعه الافراد مهما كان منصبهم، وما في اي مراجعه قانونيه. وانا الان مش عارف صراحه نتأمل اذا اروح للمحكمه. نتأمل قلق جدا من تجربتي الشخصيه. سيد سلطان، دكتور خليل، للاسف انتهى الوقت، انتهى وقت البرنامج. بدي اشكر المحامي نضال مقابله مدير اداره التشريعات من المركز الوطني لحقوق الانسان، شكرا جزيلا لك. نحن بنتمنى انه سلطان، والان كل السلطات عم تسمعنا والراي العام عم بسمعنا وايضا الناشطين والمحامين والمراكز المعنيه بمنظمات حقوق الانسان، اعاده النظر في المنظومه التي لها علاقة بالتوقيف الإداري، وأن نميز حقيقة ما بين حماية الأفراد وما بين حجز الحريات. مني عبيدة عبدو ومن فريق العمل أجمل أمنيات، في أمان الله.